السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم من مزرعة المهندس محمد المشد. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك، نورت الدنيا. الله يكرمك. بستغل الظروف بقى اللي الحمد لله عدينا الألف مشترك، ومن فضل الله عدينا 53,000 مشاهدة، والجمهور بتاعنا الحمد لله بقى منتشر في مصر والوطن العربي. فبشكر المشتركين في القناة سواء من مصر، سواء من السعودية، سواء من العراق، سواء من الجزائر، سواء من المغرب، كلهم مشرفينا في القناة. المغزى من القناة اللي احنا نوصل معلومة بسيطة لكل الهواة، لان احنا الهواية في دمنا، بنحب ان نخدم الهواة والمعلومة تبقى بسيطة. فبحب اشكر من هنا من عند المهندس محمد المشاد كل اللي ساعدوني في الفترة اللي فاتت ديت: مينا مكرم، المهندس محمد رمضان، المهندس فارس الفيشاوي، ونختم طبعا بالمهندس محمد المشاد. بنشكرك جدا على الحلقات اللي فاتت واللي جاي ان شاء الله، ونوعدكم ان شاء الله ان تكمله الحلقات هتبقى فيها معلومه قيمه من عند المهندس محمد المشاد. بنشكرك، وتقول ايه للجمهور كده؟ حبيبي اهلا وسهلا. طبعا انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده، وسعيد اكتر بوجودك انت تحديدا معايا. ده طبعا عظيم الشرف ليا، وربنا يا رب يجمعنا دايما في الخير باذن الله، وربنا يقدرنا ونقول حاجة مهمة أو مفيدة للناس إن شاء الله. إن شاء الله انتظرونا بقى كل جمعة إن شاء الله الساعة 6 مع المهندس محمد المشاد، وباقي سلسلة حلقات عن البادج الإنجليزي لغاية ما نوصل لآخر حلقة بإذن الله عن التفريغ. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا في 3 أيام بعشقهم في تربية طيور الزينة، ببقى فيهم زي الطفل، بفرح بشكل كبير. اليوم اللي بجاوز فيه عصافيري، واليوم اللي بتفقس فيه أول بيضة، واليوم اللي بحصد فيه الزغاليل، واجملهم طبعا على الاطلاق. مش انت لوحدك، كلنا هي متعتنا في التفريغ لما نشوف الزغلول. بس يوم الحصاد. تمام. ذكر وانثى النشاط عندهم عالي، هيضربوا زغاليلهم ويضربوا بعض. تمام. يعني هيجي عليهم مرحله هيتخانقوا وهيضربوا بعض، وممكن فروخهم لانهم مستعجلين وعايزين يفرخوا تاني هيضربوا زغاليلهم. تمام. هيعملوا عندك مشاكل. فانت لازم تنقي الحاجات اللي تكمل بعضها في كل شيء، طباعا، سلوكا، شكلا، يكملوا بعض في كل شيء. هتاخد شغل متناسق متجانس جميل. تمام. هتاخد فروخ جيده بصحه جيده، هيبقى طباعهم جوه القفص طباع جيده. ما تروحش انت تجيب نتايه هايبر اكتيف تديها لذكر هايبر اكتيف، هتقوم الصبح تلاقي حته من الاثنين ميته. بالظبط. اللي يقدر بقى على الثاني، يعني انت فاهم، اللي يعرف يموت الثاني هيموته. وياما نوتي موتت ذكور، وياما ذكور موتت نوتي. ولكن بمناسبه ذكر الشيء، نادر قوي لو لقيت ذكر موت نتايه بالمناسبه، لان الذكر ما بيقدرش على نتايه في العصافير. يعني دايما النتايه هي اللي بتذبح الذكر، تيجي تلاقيها قطع له رقبته، لكن ما تلاقيش كتير ذكر هو اللي ضرب النتايه، نادر قوي. يمكن على مدار حياتي ما حصلتش مرتين. انما دايما النتايه هي اللي الحمد لله ان احنا مش عصافير. طيب ازاي بننتج العصفور الانجليش بادجي اللي هو الايديال ستايل ده؟ طبعا الاول لازم نختار السلاله الجيده اللي بيكون خارج منها حاجات فيها ايديال ستايل او ستاندرد ستايل. فمثلا بنشوف مربيين زي المربيين الاجانب اللي اتعرف ان هم طوروا الدم بتاعهم على مستويات عاليه جدا من يعني مع سنين طويله وعلى مستويات قويه من الدراسه وما الى ذلك، فقدر يعمل العصفور اللي هو انتج منه ابطال، وقدر ان هو يوصل بيه بطوله العالم اكتر من مره، امثال دانييل لوتولف مثلا. يعني عندهم نظريات معينه بيشتغلوا بيها. اول حاجه نظريه الامبريدنج مثلا. فلو فرضنا ان انا عجبني طائر عند مربي ليه مواصفات قويه جدا ممتازه جدا، ولكن انا للاسف ما عنديش من الطائر ده غير هو طائر واحد ليكن ذكر مثلا. انا عندي ذكر من السلاله دي بس ما عنديش نتايه، وعايز اوصل لنفس شكل الذكر ده من انتاجه. طيب هعمل ايه؟ فبنتبع نظريه اسمها نظريه الان بريدنج. يعني مثلا اللي بيربي الانواع دي لو هاوي كبير وليه اسمه والناس عارفه الدم اللي عنده، ممكن يبيعها زغليل على سمعته. طيب. لكن لو انت راجل لسه مبتدئ مستحيل تبيعه زغلول. لا، لازم تسيبه يقلب. لازم تسيبه يكبر ويبان. ما انت ما بتبيعش بسمعتك، انت بتبيع بشكل الطائر اللي في ايدك. بالزبط. فلازم تسيبه يوصل للفول كونديشن بتاعه. بالزبط. للحاله الكويسه والجيده ليه، عشان خاطر انت مش هتبيع باسمك.
انت هتبيع بالطائر بجوده المنتج. هو جاي يشتري منك الحاجه يشوفها بعينه على شكلها. سنه ورا سنه، يوم ورا يوم، انت خلاص تعرف ان عندك منتج جيد. ممكن بقى بعد كده الناس تاخدها منك من وقت خلاص تعرف ان عندك دم، تعرف ان عندك دم جامد بالظبط. بس طبعا انت السمعه دي ما بتجيش بسهوله. اصعب حاجه انت بتربيها، يعني تربيه العصافير مش صعبه، انما تربيه السمعه دي او انك تعمل سمعه دي صعبه جدا جدا. السهل انك تعمل سمعه وحشه يعني. لا دي سهله جدا. ده طبيعي في السوق. يعني انت لو عملت مشكله في دي بقت فضيحه، انما عشان تعمل سمعه كويسه هتاخد وقت. تاخد وقت طبعا. وقت ومجهود وحاجات كتير. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.